وسوف يستمر التحديث وفقا لما يشهده مجتمعنا من تقدم وما يتفق مع ثوابت الدينية وقيم الاجتماعية ويحفظ الحقوق لكافة فئات المجتمع. مستقبل التعليم الواعد لابد أن يكون متفردا يناسب كل متعلم على حدة، تطبيقيا تعلم عن طريق الممارسة. شهدت العشر السنوات الماضية نهضة تعليمية كبيرة في المملكة العربية السعودية لسد الاحتياجات التنموية الوطنية في ظل ما يشهده التعليم في دول العالم من تحديات كبيرة لمواكبة التطور التقني وتدفق المعلوماتية. فكان إنشاء الجامعة السعودية الإلكترونية كمؤسسة تعليمية حكومية مكملة لمنظومة المؤسسات التعليمية في وزارة التعليم تمنح درجة البكالوريوس والماجستير، تنتهج أسلوباً أكاديمياً يكفل الإعداد الأمثل ويسهم في بناء اقتصاد المعرفة. تعتمد الجامعة أسلوباً فريداً من نوعه وهو التعليم المدمج الذي يدمج بين الحضور المباشر للجامعة وبين الحضور عن طريق التقنية والتفاعل مع الأدوات التعليمية، والذي يوفر الوقت والجهد والمال. الجامعة السعودية الإلكترونية جاءت لتلبي رغبة من يرغب التعلم وليس من يرغب الشهادة. واستكمالاً لسلسلة التعاون مع الجامعات، قامت الجامعة السعودية الإلكترونية بافتتاح فروع لها في الدمام وجازان والطائف وتبوك وجدة والمدينة والقصيم والجوف وأبها، ووصل عدد المقيدين في الجامعة إلى أكثر من 10,097 طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس وأكثر من 300 طالب في مرحلة الماجستير، يتوزعون على تخصصات نوعية يحتاجها سوق العمل مثل التجارة الإلكترونية والمحاسبة وتقنية المعلومات والمعلوماتية الصحية والإعلام الإلكتروني، وكذلك برامج الماجستير في إدارة الأعمال MBA وأمن المعلومات وإدارة الرعاية الصحية بالتعاون مع جامعة كولورادو الحكومية. وفي بادرة ريادية للجامعة أنشئ قسم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وبدعم من وزارة التعليم تم تدشين برنامج العربية على الإنترنت واختبار اللغة العربية المعياري. تسعى الجامعة السعودية الإلكترونية بشكل دؤوب للتطوير وتحقيق المزيد من الشراكات الاستراتيجية، وتحقق ذلك من خلال الشراكة مع جامعة فرانكلين وجامعة أوهايو وجامعة ولاية كولورادو ومعهد فلوريدا للتكنولوجيا ومعهد إنجليش فيرست وشركة بلاك بورد والمكتبة الرقمية السعودية للوصول إلى أعلى مستويات النجاح ولتقديم أفضل الخدمات التعليمية ومواكبة المستجدات وتحقيق مخرجات عالمية تسهم في بناء الوطن. كما اهتمت الجامعة بجانب المسؤولية الاجتماعية من خلال دعم برامج الجمعيات الخيرية وعمل شراكة مع كل من جمعية الإعاقة الحركية للكبار حركية، المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام إنسان، وجمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير إباء. الجامعة قربت لنا كطلاب التعليم العالمي من خلال التعليم المدمج. الجامعة لم تقدم فقط الشهادة، قدمت لي المهارات والمعارف والقيم. فرصة للمجتمع السعودي أنه يحصل هالنوع المميز من التعليم اللي ممكن أنه الواحد يفتخر فيه لما يطلع في سوق العمل ويقول أنا خريج الجامعة السعودية الإلكترونية يعني. ختاماً، تتقدم الجامعة السعودية الإلكترونية بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وولي ولي عهده
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أدام الله على وطننا نعم الأمن والأمان.